بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي الصبح انا عملت فيديو بتاع الماركه واختيار التشكيله المثاليه لاحسن لعيبه في العالم، والماركه كانت مختاره 2 لعيبه مغاربه وهم سفيان مرابط بالنسبه لي افضل ديفندر في الدوره، وكمان الباك اليمين المميز جدا اشرف حكيمي اللي بالنسبه لي برده واحد من افضل باكات اليمين في العالم، والكلام ده قبل كاس العالم. بس معلش عزيزي، ان وصلك هذا الفيديو فاعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك. يا اسطى معلش، احنا كده كده محدش بيشترك في القناه، ما ناخدش حاجه من القناه دي غير شويه شتايم بس. فتعال نتكلم على التشكيل الافضل او التشكيله المثاليه اللي نزلتها لكيب الفرنسيه. بص، انا لكيب الفرنسيه بتنزل اخبار مالناش دعوه بيها، بس في موضوع التشكيله المثاليه دي تعال ركز مع التشكيله المثاليه اللي نزلتها لكيب الفرنسيه. طبعا لكيب الفرنسيه قالت لك احنا مش زي الماركه، لا احنا نعلق على الماركه. معلش، هي الماركه حاطه حد من كرواتيا؟ لا، يبقى احنا نحط حد من كرواتيا. ما الماركه حاطه جافارديول؟ لا، يبقى احنا نحط ايفانكوفيتش في حراسه المرمى وقدامه جافارديول ورومان سايس. بص، انا بالنسبه لي اختيار رومان سايس ده افضل بكتير من اوتاماندي في الماركه. معلش يعني سكه ودغر، رومان سايس افضل بالنسبه لي بمراحل من اوتاماندي. مش هنهرج، اوتاماندي ده ماشي فيه على الله وبيتعب كل اللي بيشجع على الارجنتين. يا باشا، انا فرنسا كان الماتش رايح منها اوتاماندي رجعهم حرفيا، فاوتاماندي اللي اختاروه في افضل تشكيله. يعني انا هرج بقى ليفانكوفيتش وجافارديول كرواتيا ورومان سايس المغرب، ماركوس اكونيا الارجنتين، اشرف حكيمي المغرب، يعني شالوا تيو هرنانديز وحطوا مكانه ماركوس اكونيا، واشرف حكيمي المنتخب المغربي، سفيان مرابط المغرب. سكه ودخر يا باشا، مسيطر على كل الاختيارات يا باشا. شوف مين اللي اختار، هتلاقي عنده سفيان مرابط في التشكيله الاساسيه. ليه؟ عامل مونديال عالمي. بس معلش يعني، مش معنى انك اخترت لعيب واحد من خط نص منتخب المغرب انك تنسى عز الدين قناحي. معلش يعني، ما اقترن معاه مرابط وعز الدين قناحي. معلش يعني، مش تخسر حاجه لو حطيته عز الدين قناحي. يا جدعان، راجل عمل مونديال حرفيا فشيخ. فهي يا اخوانا، فين عز الدين قناحي؟ مش طالبه فقره، فين عز الدين قناحي؟ قال لك لا، نحط لوكا مودريتش. اذا كان كده اشتري، انا اشتريت. بحطوا انزو فرنانديز لاعب المنتخب الارجنتيني اللي خد افضل لاعب شاف في الدوره على حساب اوناحي. انا يعني مش عارف ليه شايف ومقتنع ان اوناحي هو افضل لاعب ناشئ في الدوره، افضل لاعب شاب في الدوره في كاس العالم. يا اسطى، شوف احنا بقينا بنتكلم في ايه. بقينا بنتكلم على ان احنا عايزين 3-4 لعيبه من منتخب المغرب في التشكيله المثاليه. لا، ما احنا منتخب المغرب عدى يا باشا. بص، منتخب المغرب ضرب سقف التوقعات وضرب سقف الامنيات وضربنا كلنا في حته كده غريبه، اللي هو احنا عايزين ناخد كاس عالم، ولا عايزين التشكيله المثاليه يبقى فيها سيطره مغربيه، اللي هو يا اسطى المنتخب المغربي حرفيا مسيطر على التشكيله. يعني المنتخب الكرواتي تم اختيار منه 3 لعيبه هو والمنتخب المغربي، سيطره كرواتيه مغربيه حرفيا على التشكيله دي. كان نفسي المنتخب المغربي يسيطر بطول وعرض على كل التشكيله بصراحه، لانه يستحق. خط الهجوم كيليان امبابي عم الناس، هداف الدوره، وليونيل ميسي عم الكوكب. وقال لك نجيب بياكو ساكا. طب يا جدعان، انتوا جبتوا بياكو ساكا ليه؟ معلش يعني، منتخب انجلترا وصل دور 8. قال لك يا عم يلا بقى، خلي التشكيله كلها تبقى تمام كده، وبعدين احنا بنظبط التشكيله، اللي هو تمام اذا كان كده قشطه وبيس يا اسطى. فانت بقى ايه رايك، بعيد عن هذا الكوت اللي ضمن الفيديو، شايف التشكيله المثاليه انهي واحده فيهم؟ يعني شايف التشكيله المثاليه بالنسبه لك بتاع الماركه عجبتك اكتر، ولا بتاعه الكيب عجبتك اكتر، ولا انت بالنسبه لك مين هي التشكيله المثاليه في المونديال؟ يا اسطى بالنسبه لك انت شخصيا، مين هي التشكيله المثاليه في كاس العالم قطر 2022؟ قول لي بقى يا اسطى. ان عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش هذا الفيديو اعطيني طريقه لكي اسرب هذا الكوت من المنزل، عشان الراجل طلع عامل الفيديو وساب البيت كله وجه ورايا. ما تخافش يا اسطى، مش هسربك انا، انا هسال سؤال بس.